السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا عايز أتكلم في موضوع لكل الناس اللي هم بيهتموا وبيحبوا هواية جمع الطوابق. تمام، طبعا الموضوع دوت اللي بيحب الهواية دي يعني مش قادر أقول لكم قد إيه بتبقى مؤثرة فيه، وبيحاول إن هو يجمع طوابق ويعمل الرصيد بتاعه من الطوابع ويجمع المجموعات ويشوف اللي ناقص. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، بس في مشكلة ان انت برضو بيبقى صعب عليك ان انت كل شوية تروح البريد او البوستة تقول لهم انا ايه الطوابع وريني شكلها. الكلام ده مش مظبوط. فالنهاردة انا عايز اقول لكم ان في الهيئة القومية للبريد مكتب اسمه مكتب خدمة هواة جمع الطوابع في القاهرة. هو ده مكانه في العتبة، بس انا مش عارف فين بالظبط. بس اللي اقدر اقول لكم اللي انتوا ممكن تعملوه ان انتوا بتروحوا بتدفعوا مبلغ عبارة عن مثلا 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه زي ما انت عايز. ده بيبقى رصيد عندك، والهيئة هنا بتبعت لك مصروف زي اللي انا بوريه لكم ده بكل الطوابع اللي نازلة جديد. تمام، وانا هوريكم دلوقتي المصروف دوت جواي. ده مثلا مصروف بنفتحه كده، تمام، بنلاقي هنا شوية اتصالات وحاجات. تمام، وبنلاقي هنا بيقول ان انت كده مثلا مجموعة طوابع قناة السويس الجديدة 6 جنيه، مصروف مجموعة اليوبيل الذهبي للاتحاد العام العربي للتأمين 8 جنيه، مصروف 8 جنيه، 10 جنيه، فولدر ذكرى الثانية والستون لثورة 23 يناير 6 جنيه. المهم المجموع كذا، وبيقول لك في الآخر الرصيد الباقي من المبلغ اللي انت حطه في الأول قد كده. تمام، ولما بيقرب يخلص بيقول لك ايه، برجاء شحن الرصيد. نيجي هنا نبص نلاقي الطوابع محطوطة في رف كده، زي ما انتوا شايفين كده. احنا دلوقتي ادي الطوابع اللي هي اللي بتيجي، ادي شكلها مثلا. دي مجموعة بتاعة طوابع قناة السويس الجديدة. تمام، مشروع قناة السويس الجديد في مصر. تمام، وده طابع برضو تذكاري اليوبيل الذهبي للاتحاد العام العربي للتأمين 8.4 جنيه. طوابع بتاع قناة السويس كل طابع تمنه 2 جنيه، يعني السعر العادي خالص، وبيجي لك لحد البيت. وادي نسخة تانية اهي، كمان ظرف عليه الطابعين اهو، وادي ظرف تاني عليه طوابع قناة السويس مختوم، وده مش مختوم. تمام، وادي حاجات تذكارية كمان بيبعتوها، شكلها بيبقى كده. مثلا ده طابع بمناسبة العيد التاني والستين لثورة 23 يوليو، ادي الشكل، وادي الطابع اللي نازل العيد ال62 بريد مصر 2014. تمام، فأتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد لكل هواة الطوابع واللي مش مشترك. انا نفسي حد دلوقتي مش مشترك، بس ان شاء الله يعني اول ما انزل القاهرة هروح اسيب مبلغ في هيئة البريد في العتبة، عشان بصراحة دي هيريحني كتير يعني، وكمان ان انا هقدر ان انا احصل على طوابع تذكارية صعب ان انا اقدر اوصلها بعد كده. ياريت لو عجبكم الفيديو ممكن تدوسوا لايك او تشتركوا في القناة او تعملوا شير لكل اصحابكم المهتمين بالطوابع. شكرا.